السلام عليكم. انا بنت كنحس براسي وحيده في الدنيا، حيت انا ما كاين اللي عندي اللي خدم عليا، والام ديالي توفات كان فيها السكر، خوتي كل واحد الله يحسن العون ما عندوش، واحد معذور، وحده غير مع الراجل ديالها راه غير جالسه هو بلا خدمه، وانا يعني انا اللي كنت عند الام ديالي هي الصغيره فيهم، وانا غير جالسه وكنكري، ومول الدار كيجي عندي كيقول لي خصني الكرا ديالي ولا تخرجي، وانا ما عندي فين نخدم، ما عندي لا صنعه، ما عندي حتى شي حاجه. والله يجازيكم بخير، بغيتكم تعاونوني في وجه الله، هذا الشيء ديروه في وجه الله. بوحدي انا ساكنه وكاريه بوحدي، وكنخلص الماء وكنخلص الضوء، حتى شي حد ما كيعتقني ولا كيعاونني غير الله اللي واقف معايا. وصافي توفات بالسكر، كان فيها السكر وتوفات به. ربي اللي شاهد عليا كندوزو ديما كنرد لقلبي، قسما بالله كنرد لقلبي، وهذا الدار هادي ديما كنبقى حتى الضيقه قاصتني هنايا، راه والله العظيم الا عندي تقطيره النيف وما كاينش اللي كيعاوني ولا كيحس بيا حتى شي حد غير الله، ما عندي اللي يخدم عليا. هادشي راه كنقولو ربي شاهد من فوقي، راه حنايا هادي الدنيا وما تعرفش شكون اللي غادي يسبق. كنصبر كنصبر ربي اللي غيشوف من حالي، كنطلب من الناس يشوفوا غير من حالي، ويلا بغاو يعاونوني، ما بغيت حتى شي حاجه ولا كنطلب شي حاجه كثيره، غير يعاونوني في وجه الله. انا راه غير كاري وما كنلقى لا باش نخلص الهوان، 3 سنين ما تكسيتش، ما عنديش باش، قسما بالله ما تكسيت 3 سنين.